عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي واش يجوز للمرأة الدخول للحمام العمومي، حمام ديال الزنقة وديال الحومة، حمام عام ديال العيالات، فالأصل فيها المنع من الشرع. وحنا ملي كنجاوبوا الناس على مثل هذه الأسئلة هذه لا تعني أننا بغينا نضيقوا عليهم الخناق ولا غادي نجيبوا شي حاجة اللي ما كاينش في الدين، لكن ما دام السؤال شرعي فالجواب يجب أن يكون شرعيا. ولذلك أننا لا نجد إلا ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة ربي سبحانه وتعالى. فالأصل في دخول المرأة للحمام العمومي الحرام لا يجوز. وهذا الخطاب ديال منع المرأة من دخول الحمام العمومي موجه هذا الخطاب إلى من جعله الله تبارك وتعالى قيما على المرأة وقلده المسؤولية وأعطاه القوامة وهو الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكي أمن بالله سبحانه وتعالى وكي أمن بيوم الآخر ما يدخلوش الحليلة دياله الحمام. الحليلة هي الزوجة. ولذلك أننا لا يجوز أن نعبر عن أزواجنا مدام الزوجة، ما كي نعبروش عليها بمدام، مدام رأيها كان عند الكفار، ما احنا عندنا المرأة المسلمة، عندنا امرأة، عندنا حليلة، عندنا الحرام، عندنا الزوجة، الأهل، كل هذه المصطلحات للصيانة للصيانة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كيوجه هذا الخطاب للزوج اللي أعطاه الله القوام وأعطاه مسؤولية في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه المسؤولية تقلدها الزوج، ولا شوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وعلق الله عز وجل بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر. ولذلك نجد في بعض نصوص القرآن وفي بعض نصوص السنة اليوم الآخر. علاش؟ لأن عقيدة المؤمن أنها مستقرة، وهذه العقيدة هذه مستقرة في الفطر. من اللي كيجي الخطاب الشرعي كيجدد ديك الفطرة اللي غادي يلقى بها العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن اللي كيقول لنا القرآن الكريم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وتقول لنا السنة بالله واليوم الآخر، بمعنى أن المسلم عنده عقيدة أنه غادي يوقف بين يدي الله في واحد النهار اللي هو النهار الأخير، واليوم الثاني اللي غادي يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة، اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن والمؤمنة من اللي كيعرفوا وكيعتقدوا وكيأمنوا وكيصدقوا بأنهم غادي يوقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى للمحاسبة سيرتدع وتيوقف عند الحدود ديال الله سبحانه وتعالى، ما كيتخطاهاش وما كيتجاوزهاش، لأن هذه من حدود الله عز وجل. والحدود قال فيها ربي سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لذلك أنه كان من حدود الله عز وجل عدم دخول المرأة للحمام العمومي أخذا بهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام. والخطاب لمن؟ للمرأة. هنا كتبان القوامة ديال الرجل، وهنا كتبان أيضا طاعة ديال الزوجة. هذا مقام ابتلاء في الحقيقة، ومقام الاختبار ومقام الامتحان، باش يجي الرجل يمنع المرأة ديالو ما تدخلش للحمام العمومي. هذا دين، وهذا دليل على أنه لم يسلم هذه القوامة إلى غيره. كذلك من اللي الزوج تيمنع الزوجة ديالو منعا شرعيا من دخول الحمام العمومي، وأنها تستسلم وتمتثل ولا تتخطى هذه الحدود، دليل على أنها امرأة صالحة نبيلة عقيلة، لأن منع شرع. وهذه القضية ديال ما يخليش الرجل يدخل المرأة للحمام ماشي هو اللي كيصدر هذا الأمر، هذا لا، الأمر ديال الله سبحانه وتعالى ابتداءً
والأمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما الرجل كيجدد هذا الخطاب الشرعي فقط باش المرأة ما تقول منعني من 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 سميتو، منعني من من دخول الحمام، وكاع العيالات ديال الحمارة مشاو للحمام اش نكون انا، ويدخل ليها الشيطان في الباب الوساوس حتى يهلكها كما اهلك كثيرا من النساء. اذا قضيه امر شرعي، قضيه امر شرعي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، الحليله هي الزوجه. اذا لا يجوز شرعا للمراه ان تدخل الحمام العمومي بهذا النص. وحديث عائشه رضي الله عنها دخلوا عليها شي عيالات جاوا ربما من جهه العراق، وهي تسولهم من اين انتن، فقلنا من الكوره، يعني من واحد القبيله من جهه العراق، وهي تقول لهم رضي الله عنها واش ديك القريه اللي فيها الحمامات وكيدخلوا ليها العيالات، قالوا لها ايه، وهي تذكرهم بحديث اخر غير هذا الحديث هذا، وهي تقول لهم راه الله سبحانه وتعالى تيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى ان كل امراه خلعت ثيابها حيدات الحوايج ديالها في غير بيت اهلها، في غير بيت محارمها يعني، فقد هتكت كل ستر كان بينها وبين الرحمن. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام العمومي، والله أعلم.